الكره مع بدايه الشوط الاولاني من المباراه الى محبوب جمعه، ومحبوب جمعه كره ماخذها وماشي، هذا محبوب يتقدم فيها يلعب على طول، محبوب يخلص كره معاه طول منه، بالطول منه يطلع من رايه في عرض الملعب، لكن تلعب مره ثانيه وتوصل لجاسم يلعبها براسه وياخذها المدافع يحصلها منه مره العنبري، جاسم خلص جول. يعقوب شوف لما لعب محبوب، شوف لما لعب ما طلعت اوت ابدا، ما طلعت اوت، محبوب لعبها على طول، شوف لما لعبها ناحيه اليمين نعيم سعد، شوف لما لعبها بعرض الملعب، شوف لما راحت، شوف لما راحت في اول اسرع هدف في الدوري لحد الان، شوف جاسم يعقوب صلحها براسه، شوف يصلحها براسه ترجع مره ثانيه، شوف ترجع مره ثانيه المدافع يصلحها بثقه المدافع، بيصلحها سانتون كان صلحها، شوف الطول منها بيحصلها من العنبري في نفع جاسم يعقوب يمينه، وبعد يسمع يمينه بيخلصها بالزاويه اليمين، زاويه الشمال، زاويه الشمال يمينه، زاويه الشمال، شوف 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 وكملها الدفاع جول. قاسم يعقوب يوصل المرة الجاية يلعبها إلى العنبري، العنبري بيصلحها ويهد العنبري كرة معاه، يلعبها العنبري توصل ناحية فتحي بيهديها، فتحي خلص خلص الله حلوة. أنا خطورة خط الهجوم حق التفاهم بين العنبري وجاسم وفتحي كرة ملعوبة، تعدي من جمال يعقوب، كرة معه بفردي بعد المرمى، بعد الجول، سجل طرابلسي حلوة، تقدم فيها نعيم عليها، عليها يا نعيم، عليها نعيم، فتحي قولها ولعبها قولها الله، ضربة الغائم، ضربة الغائم، ضربة الغائم حتى سعد، خلصها، خلصها مرة ثانية لكن يطلعها في منتصف الملعب الله، سعد الحوطي، محبوب جمعة على طول جهة اليمين، كرة مع محبوب، أو بيلعبها ناصر الغانم، ناصر كرة ماري عليه ناصر الغانم لعبها وحطها براس الله يا سلام برافو يا محبوب محبوب وناصر الغانم كرة حلوة محبوب بسجل الهدف الثاني في الدقيقة شوف يا عادل البطيء شوف لما لعب ناصر ناصر بيهيئها لمحبوب اللي بيحطها بزاوية الشمال براس محبوب جمعة شوف قول قول كرة حلوة حلوة العنبري لعبة الكورنر ناصر الغانم يبعدها المدافع توصل لجاسم يعقوب جاسم يشوت امدح الله محبوب اليوم الهدف محبوب جمعة ايضا في الدقيقة مطر دقيقة لحد الان في 36 ثانية الأولى في 36 ثانية الأولى جمعة البطيء شوف إعادة في البطيء شوف إعادة في البطيء ردت من المدافع بعد ما حطها جاسم محبوب يتابعها كف بحطها بالبول في 36 ثانية جاسم أخذها فتحي كميل لكن أسرع لها اللاعب الماليزي حصلها لكن ياخذها سبعة حسن ثاني كان سباق بين فتحي وحسن ثاني الشوط الأولاني في الدقيقة فتحية اللعب توصل الى ناصر الغانم يلعبها جاسم يعقوب جاسم يعقوب كرة معاه قلها الله جاسم يعقوب يعطيها ناصر الغانم في مكان سليم جدا مرسومة على ريله شوف اعادة شوف اعادة في البطيء لناصر الغانم بيسجل منها الهدف الرابع لناصر الغانم منا محبوب جمعة لعبد الله بلوشي لجاسم يعقوب حصلها جاسم يبها جول يبها جول جاسم يبها جول الله